تفضل تفضل. انت الحين لما تتكلم عن التبليغ يعني تقصد فيها الصوفية اللي في الهند ام يعني قصدك عن الاخوان اللي هني تابع لهناك؟ ما يشك خيط بابره الا باذن هناك. تنظيم عالمي عندهم. سامع من طرفين بارك الله فيك. سامع من طرفين. لا متخصص. لحظة شوي. سامع من طرفين بارك الله فيك. أنا أسألك سؤال، أنت كيف عرفت إني أنا ما سمعت من طرفين؟ لا. هم بعد ما تدري. لا مو أنت ما سمعت. أنت ما تعلم الغيب صح؟ لا عفوا مو أنت ما سمعت. أنت سمعت ولكن أقول. أنا سمعت وناقشت ورحت لهم وقعدت معهم وتكلمت وياهم وقريت عنهم وسمعت عنهم كل شيء. كلامك سليم. تمام. أنا كان قلت يا ما يسلم بدل المناظرة بينه. ما في مانع، ما في مانع. أي مناظرة تحتاج أنا جاهز. أعطيك ضوء أخضر. تم جهود الأخوان مرتبين وراشد الحقان وجماعة يعني على كثير من الأشخاص. راشد الحقان غير أي إنسان تريد أن نناقشه ونناظرة، إحنا حاضرين مستعدين. بس أنا أقول لك، شفت راشد الحقان مرتبط هناك ونصحوه، قال يا شيخ راشد يا أبو إبراهيم خل عندك نشاط. قال لا، لازم ترتيب الجماعة، لازم ترتيب. هذا الشيء ترتيب عالمي، هم معينينه امير الكويت، اسمه معينينه اسمه امير الكويت، يكون بعلمك هذا كله ترتيب عندهم ما يتخلى عنهم. واسال الناس اللي عاشوا معهم وطلعوا منهم ويقول لك ابدا ما يتخلى عنهم. هذا تنظيم عالمي موجود عندهم، جماعه كذا وجماعه كذا وتشكيل ما تشكيل ما تسمع.